السلام عليكم ومرحبا بكم في لابوزيتيف. معكم إيمان أنوار تازي نوتريسيونيست كوسميتولوج إلى بغونتين. ألوغ الفيديو ديال اليوم بناء على الطلب ديالكم غادي نهضرو فيه على لي جيل انتيم ولا منظفات ديال لا زون انتيم ولا منظفات المنطقة الحساسة. كان بزاف ديال الطلب على هاد النقطة هادي وبزاف يعني ديال النساء كيبغيو يعرفوا النوع أو لا كيف يعني المادة اللي خصهم يقدروا يغسلوا بها وهما في أمان وهما مرتاحين بلا حتى شي مشاكل. دونك هنا هاد الفيديو كنظن غادي يكون مهم بزاف لأن غادي ربما غيوريكم شي حوايج اللي بزاف الناس عارفينها وبزاف الناس اللي عاود ما عارفينهاش. لوغ بالنسبه ليا اول حاجه ونبغيكم تشدوها معايا مزيان تنركز عليها ونبغيكم تشدوها معايا مزيان مزيان هي انه نتوما في غنى ما محتاجينش الانجل الانتيم ولا النيتوايون دو لا زون انتيم ولا شي حاجه بحال هكا. نتوما ما محتاجينش الغسول منظف للمنطقه الحساسه يعني ماشي شي ماده اللي ضروري انها تدخل في لاوتين كوتيديان ديالكم ماشي شي ماده اللي ضروري انكم تدخلوها في لي سوان اللي كتعملوهم كل نهار او لا بحال دابا مثلا شاك جوغ ضروري خصكم شي حاجه اللي كتغسلوا بها وجهكم شاك جوغ خصكم ضروري مثلا شي حاجه اللي كتغطيو بها لابو ديالكم سوا كريم سوا زيت شاك جوغ راكم محتاجين لواحد الواقي شمسي هادو شي حوايج اللي ضروريين يوميا ولكن المنظف ديال المنطقه الحساسه هو واحد الماده اللي غير ضروري علاش هو مادة غير ضرورية لأن لو فانجان المهبل هو واحد المنطقة اللي بتتنظف راسها براسها انوتو نيتوايون عندها واحد لو سيستيم عندها واحد الميكانيزم عطاه لنا الله سبحانه وتعالى اللي كيمكنها انها كتنظف راسها براسها هذه وحده زوج هذاك المنطقة الحساسة ولا لو فانجان فيه واحد تقريبا واحد 85% واحد لافلوغ اللي مكونه من لي لاكتوباسيل من البكتيريا الحليبيه هاد لي لاكتوباسيل مهمين بزاف لانهم تيخدموا في ديك البلاصه فحال العسكر فحال العسكر صافي دير انهم هما اللي تيحميو لينا لو فاجان من انه يدخل له شي يعني دوك لي زاكريسيون اكسترن اللي كيكونوا سواء يدخلوا دي باكتيري اخرين سواء دي شامبينيون سواء حتى دوك لي شامبينيون ولا لي باكتيري اللي عندنا عاديين غير ممرضين ما تيديروا والو اون فوا كيوقع شي خلل في هاد لي لاكتوباسيل هادو اون فوا كيوقع شي خلل كيف ما كان هادوك اللي غير ممرضين يعني ما كيديروا حتى شي حاجه كيوليو كيضرونا وهنا هاد الخلل هذا يقدر يكون بزاف ديال الاسباب انتم كتعرفوا ان مثلا المراه ملي كتحمل تيبداو يجيو هادو لي زانفيكسيون ديزانفيكسيون فاجينال كيجيوها سورتو ديزانفيكسيون ميكوزيك زعما لي شامبينيون ومني تتكون البدايه ديال داء السكري سواء عند الرجال سواء عند النساء سورتو عند النساء مني تيبدا البدايه ديال داء السكري كيبداو ديزانفيكسيون تما سورتو من مثلا ايشيغيشيا كولي ولا الايكولاي هي واحد لا بكتيري اللي كاينه في لانتستان داخله في لا فلوغ نورمال الانتستينال داكوغ شي مرات غير ما غاسلينش مزيان ولا شي حاجه بحال هكا تتقدر داك لا بكتيري كدوز لو فاجن وتتقدر تسبب سورتو الا ما لقاتش واحد العسكر اللي مزيانين واحد الخط دفاعي اللي مزيان تتبدا دير المشاكل دونك انا هنا هادشي كامل شنو بغيت نوصل لكم ان هاد لا فلوغ هاد لا فلوغ هاد لي لاكتوباسيل هادو خصنا نحافظوا عليهم كثره ديال حتى لو ستريس راه كيقدر ياثر على هاد لا فلوغ هادي وكثره الغسيل بالمنظفات كنقصد كنتو كتغسلوا بزاف بهاد لي نيتوايون فانتوما كتاثروا على هاد الفاجان كتاثروا بواحد الشكل سلبي كبير الوغ الحاجه اللي بغيت نوصل لكم ان كثره الغسيل بهاد المنظفات كتاثر حتى هي بحال لو ستريس بحال الشونجمون هرمونال بحال بزاف ديال الامراض بحال يعني بزاف ديال الحوايج كتاثر لينا على هاد لا فلوغ نورمال وبالتالي كتؤدي الى خلل في التوازن ديالها وهنا كيبداو يبانوا لكم بزاف ديال الامراض الوغ الناس راه غادي تلاحظوها الناس اللي تيغسلوا بزاف يوميا بلونتيسيبتيك
تيجيهم لي ديمونجيزون وتيجيهم الحكه وكتجيهم لي انفلاماسيون تتحمر لهم ديك المنطقه وتيجيهم لي انفيكسيون سورتو لي انفيكسيون ميكوزيك يعني لي شامبينيون. هذوك لي شامبينيون راه ماشي حيت نتوما ما نضافش, راه حيت نتوما نضاف بزاف وحيت كتستعملوا هاد لي زونتيسيبتيك بواحد الشكل كبير. فوقاش تقدروا تستعملوهم مره في السيمانه, هذه الا بغيتوا تستعملوهم مره في السيمانه ولا في الفتره ديال العاده الشهريه, لان ديك الساعات يكون واحد الريحه ما تكونش محببه ليكم ايتترا, دونك تقدروا تستعملوهم. سينو كل نهار ممنوع منعا كليا ولو انكم تلقاو مكتوب عليها الاستعمال للاستعمال اليومي, الا ما تستعملوهاش يوميا لان غادي تمحنوا بشكل يومي, غادي يمحنوكم او طا, غادي يوليو عندكم لي انفيكسيون لي انفلاماسيون الحكه بزاف ديال الحوايج. ربما حاليا بزاف ديال النساء عندهم هاد لي بروبليم وما عارفينش ان السبب هو انهم تيغسلوا يوميا بهاد لي زونتيسيبتيك. دونك ردوا البال مزيان لهاد النقطه هادي, لان فريمون بزاف الناس ربما تيغفلوا عليها. اهم حاجه هي تنظفوا بالماء, واهم حاجه مورا التنظيف بالماء هي تنشفوا. شتي التنظيف مهم والتنشاف مهم كثر منه, يعني ابري شاك تواليت ابري كل ما كتغسلوا خصكم تنظفوا وتنشفوا بالماء. علاش؟ لان ديك الهوميديتي اللي تتخليو داك الماء اللي تتخليو ما تتنشفوش, فهو تيشكل واحد الوسط ملائم لتكاثر لي شامبينيون. شتو لي باكتيري الى وقعت لكم واحد لانفيكسيون دوريجين باكتيريان, يعني بسبب بكتيريا اكس, راه كاينين بزاف ديال لي باكتيري اللي كيقدروا يكونوا هما السبب, سواء مثلا بارفوا كنلقاو دي ستريبتوكوك دي ستافيلوكوك, كنلقاو عاوتاني اغلبيه اشيريشيا كولي, فهادو تلقاو لهم لي زونتيبيوتيك وتتعطى لهم تريتمون تيتعالجوا دغيا. راه لينا المشكله والمصيبه هي في لي شامبينيون, وسورتو كنلقاو لي كونديدوز كونديدا البيكانس ولا كونديدا نون البيكانس, هادو العلاج ديالهم طويل وتيرجعوا تيمشيو تتعالجوا وكلشي وتيعاودوا يرجعوا لكم عاوتاني, وتدوز واحد المده عاوتاني وتيعاودوا يرجعوا لكم عاوتاني, واشاك فوا غير كتهبط الميونيتي ديالكم لسبب ما او لا شي تروبل ما كيبداو عاوتاني يجيوكم, ولا قبل من العاده الشهريه يقدروا عاوتاني يبانوا لكم. لي شامبينيون سون تري ديفيسيل ا تريتي, دونك نردوا لهم البال. وهما سورتو تيجيو من هاد الجوج, كتغسلو بزاف بلي زونتيسيبتيك, كتغسلو بزاف وما تتنشفوش مزيان, تتستعملوا الملابس الداخليه اللي ما تتكونش قطنيه, وبالتالي دوك بحال هذا ديال النيلون ولا هذا كيخليو لوميديتي تسميتو تعرقوا تما, وهذا سافافوريز يعني ان يكثروا عندكم لي شامبينيون. دونك هاد شتي نعطيكم انتيسيبتيك ولا نعطيكم ان نيتوايون, راه سهله, ولاني اهم حاجه هي هاد المعلومات هادي اللي انا كنعطي لكم. اهم حاجه انكم تعرفوا انكم مستغنيين على على لو نيتوايون, واخا تلقاو مكتوبه فيه للاستعمال اليومي راه غير صالح للاستعمال اليومي لانه تيأثر. وبزاف ديال لي جينيكولوج الا مشيتو عندهم يعني اللي تقني شغلهم وداكشي راه غادي يقولوا لكم نفس هاد الهضره هادي. فوالا واحد الحاجه اخرى, الا مشيتو خديتو ان نيتوايون ف ديال لا زون انتيم, ف خاصو يكون سون سولفات. علاش؟ لان هذيك المنطقه تري سنسيبل, دونك سولفات غي مش حيت سولفات شي حاجه خايبه غادي دير لكم كونسير ولا هذا كيما يوشع, لا, هو واحد الماده لي ايريتانت, دونك غادي تقدر تهيج لكم هذيك المنطقه اللي هي ديجا تري تري سنسيبل. فوالا, وخصو يكون سون بارفان و سون الكول. هاد الثلاثي هادو بحال كتشي عقلتو ملي كنت كنهضر لكم على لابو اللي كيكون فيها الغوزاسي ولا كتكون تري سنسيبل, وراه سي لا ميم شوز, راه كتعاملوا مع اون بو لي تري تري سنسيبل. فوالا, البي اش خصو يكون فيزيولوجيك, راه حتى تيكون مكتوب عليها ان بي اش فيزيولوجيك, سيتادير ان بي اش ديال هذاك لو نيتوايون اللي تيكون نفسه لو بي اش ديال هذيك المنطقة الحساسة. هذا مكان. وفي حالات أخرى راه كيكونوا دي نيتوايون لي خاصين مثلا تيكونوا ثيرابوتيك, مثلا عندك كونديدوز اشنو كتخصك تاخذ, ماشي كيعالجوا مي هما داكشي كيتلعب جوست على لو بي اش, وتيتلعب على بعض لي زاكستري وبعض المكونات اللي تعاون واحد شويه في لو تريتمون. وهذه حالات مرضيه, حنا تنهضروا دابا على ليطا اللي تيكون نورمال. فوالا, دونك هادو هما وكاينين مثلا اللي تيكونوا تري دو ولا كيكونوا مثلا بحال شكل منظفات ديال الوجه, لا ميم شوز. فوالا, دونك هنا مثلا كاينين وحدين بزاف مشهورين عندنا في المغرب, قلبت بزاف على وحدين مشهورين عندنا في المغرب, ديما تتلقى خارج فيهم شي بلان ماشي هو هذاك, ولا فيهم شي تركيبه ماشي هذيك. عندنا هنا بغيت ننبهكم لواحد لامارك اللي هي روجي كافاييس. روجي كافاييس الناس
الناس راه غادي تلقاوها كاين عندنا في المغرب. دونك بالنسبه لهاد هاد هاد لا مارك هادي سيروا بحال هاد الشكل هذا اللي تيكون فيه 97% دوريجين ناتوريل، زعما انهم مكونات يعني تقريبا هو تيكون ان برودوي ناتوريل لان اغلبيه مكونات ديالو طبيعيين. هذا تركيبته مزيانه كساسوا اللي ليدو ولا اللي اونتي سيشخيس ولا مهم بزاف اونيغام اللي داروها ناتوريل مزيانه. الوغ في نفس لا مارك روجي كافايس نفسها حتى هما تتلقاو فيهم اونتي سيشخيس وكتلقاو فيهم بزاف ديال الكتبه، ولكن ما فيهمش هاد العلامه هادي، هادوك التركيبه ديالهم سيئه بزاف. الوغ الفرق ان هاد التركيبه الاولى مخدومه على اساس انها من مكونات طبيعيه، والتركيبه هذه الثانيه اللي كنوريكم مخدومه على اساس انها ما فيهاش مكونات طبيعيه وفيها بزاف ديال التخربيق، دونك تركيبه جد سيئه. الوغ نفس البرودوي نفس لا مارك ولكن كاين اختلاف كبير. دونك الا بغيتوا تاخذوا من هاد لا مارك تاخذوا اللي فيه هاد العلامه هذه، فهي تركيبه جد جد امنه ولكن لغير الاستعمال اليومي. دائما اقولها واكرر ما تستعملوهاش يوم. وحتى السيان راه عامله دي زونتيسيبتيك اللي مزيانين وعامله دي زونتيسيبتيك اللي ما فيهم ما يتشاف. كاع لي مارك ادغالا ما لقيت فيها شي حاجه مزيانه صافو غير ما عجبتنيش. دونك المهم انا دابا وضحت لكم باش نتوما كوم سا غير تحطوا في بالكم انه ان انتيسيبتيك ولا ان نيتوايون بور لا زون انتيم ماشي ان نيتوايون اللي اوبليغاتوار، هو ان نيتوايون اللي فوق الشبعة كيدار مرة في الأسبوع وتقدر يدار في الفترة ديال العادة الشهرية. فوالا كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم. كنتمنى انني نكون جاوبت على الاسئله ديالكم. الى عندكم شي تجارب سيئه مع لي نيتوايون ديال لا زون انتيم عطيوها لينا. كنتمنى ماذا بينا انكم تكتبوها لينا. اذا عندكم ديزانفيكسيون واكتشفتوا دابا من مورا هاد لا فيديو ان ايفيكتيفمون راه هذاك الاستعمال ابيوزي ديال هاد لي نيتوايون هو السبب، كتبوها لينا في التعليق. كنتمنى يكون واحد شويه ديال الانتراكسيون، نشوفوا تجاربكم باش تفيدوا ناس اخرين اللي ربما اقتنعوا ربما مازال ما اقتنعوش. شكرا على حسن المتابعه ديالكم. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم لان كنحس براسي كنهضر بالزربه باش نعطيكم الماكسيموم ديال لي زانفورماسيون في اقل وقت. شكرا ونلقاكم على خير في فيديو مقبل ان شاء الله. الى ذلك الحين تنقول لكم خليت لكم الراحه.